إذن طبعا معرض ومؤتمر آيدك دبي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض من الخامس وحتى السابع من فبراير 2013، ويستضيف المعرض لهذا العام أكثر من 30 ألف طبيب من أكثر من 130 دولة وأكثر من 1000 شركة من 70 دولة مختلفة، إضافة للعديد من الفعاليات العلمية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية. ومن أهم الاجتماعات الاجتماع السنوي العاشر مشاهدينا للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والذي يصل عدد الأعضاء فيه إلى 66 دولة نظرا لحجم الحدث والفعالية العلمية الاجتماعية والاقتصادية. وللحديث أكثر مشاهدينا عن آيدك 2013، يسعدنا في دبي هذا الصباح أن نستضيف الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمعرض ومؤتمر آيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. سعيدين بوجودك معنا دكتور. وطبعا هذا الحدث الكبير اللي هو آيدك طبعا معروف على الساحة الخليجية على تقريبا حتى المستوى الوطن العربي، بس دكتور بداية لو تعطينا نبذة تاريخية للي ما يعرفون عنها. اي نعم. ايدك اليوم الحمد لله رب العالمين اصبح ايدك على مستوى العالم الثالث على مستوى العالم باعتراف من الاتحاد العالمي لمصنعي طب الاسنان والاتحاد العالمي لطب الاسنان. ما شاء الله وصل لهي الدرجة يعني. اي نعم. خلال 17 سنة احنا بدأنا معرض ومؤتمر ايدك قبل 17 سنة في قاعة غرفة التجارة والصناعة دبي. صحيح. صحيح. بمشاركة 25 شركة محلية و200 طبيب أسنان من منطقة يعني من الإمارات ودول الخليج. صحيح. واليوم أصبح إيدك أكثر من 1100 شركة من مختلف أنحاء العالم. أي نعم، 66 دولة، إضافة إلى مشاركين في المؤتمر أكثر من 30 ألف طبيب أسنان من 130 دولة. ما شاء الله. ما شاء الله. اليوم أصبح إيدك مو مجرد معرض ومؤتمر، أصبح إيدك اليوم ملتقى للأطباء الأسنان، ملتقى علمي اقتصادي سياحي اجتماعي. هو ملتقى كل واحد عالمي. صحيح. كل طبيب أسنان دائما حط في كالندر ماله إيدك دبي الأساس يستفيد من مشاركته في المعرض والمؤتمر. صحيح. وأيضا يستحب عائلته وأسرته. ايضا هناك اجتماعات مختلفه سواء كان على المستوى العلمي او الاجتماعي. نعم. صحيح. اللي فرصه بالنسبه لزياره دبي خاصه السنه الجو ما شاء الله يعني. نعم. والمهرجان وكل يستفيدون من هالملتقى. صحيح. ايضا اليوم دكتور عبد السلام وجود ايدك في او ايدك يعني في دوراته الكثيره والمتعدده اليوم هو مثل منصه او منبر لتبادل الخبرات ووجهات النظر وكل ما يتعلق بطب الاسنان من الناحيه العلميه والتطورات التي تشهدها او يشهدها هذا القطاع. اليوم الجديد هذا العام شو هو باعتقادك؟ هو دائما في ايدك جديد سواء كان على مستوى المعرض او المؤتمر. نعم. او الورش العمل. نعم. صح الايدك هو ثلاثة أيام بس الواقع هو أسبوع كامل. جميل. يعني احنا بدأنا الايدك كبرامج العلمية ورش العمل دورات تدريبية من يوم السبت ثلاثة أيام قبل. نعم. المؤتمر والمعرض هو دورات تدريبية مثقف يعني. نعم. متخصصة لطب الأسنان. بالنسبة على مستوى المعرض دائما الجديد الدول اليوم تتنافس تبرز في معرض ايدك يعني تتنافس يعني هناك ما أصبح في ايدك اليوم الشركات تتنافس في ايدك اليوم الدول تتنافس يعني لو صحيح. احنا نشوف اليوم في المعرض كله اللي تسمون الجناح او الاجنحه جناح للولايات المتحده جناح لالمانيا جناح لايطاليا جناح لكوريا جناح للصين اجنحه يعني الدول تتنافس الدول تدعم يعني المعرض المؤتمر الوحيد لأنه متخصص أنا في معارض كثيرة يعني طبعا في مجال الصحة وغيره لكن على متخصص تخصص طب الأسنان المعرض الوحيد اللي معترف بين الدول فهذا ما كان يعني ببساطة طبعا احنا اول شيء طبعا ك ك ك كدبي مدينة دبي لعبت دور كبير طبعا مثل ما الكل يقول يعني دبي هو ماركة مسجلة فعلا. صحيح. ماركة مسجلة. صحيح. احنا قبل نتكلم يوم كنا نصير نروج ايدك اتكلم قبل 17 16 17 سنة يوم نصير امريكا كان صعب جدا يعني لكن
بعد ما مثلا طيران الإمارات على محطات اللي معظم الدول أو العالم، أيضا المدن الرئيسية في الولايات المتحدة، ساعدت كثير على دعاية لمدينة دبي. صحيح. فكان يعني احنا كطيران الإمارات شريك استراتيجي لإيدك، فإدارة الجوازات والجنسية شريك استراتيجي لإيدك. جميل. هيئة الصحة في دبي شريك استراتيجي لإيدك. فدوائر مختلفة، مؤسسات مختلفة، كل يعني يساعد إيدك. فكل البنية التحتية ساعدتنا لترويج إيدك في في, نعم. في, في, نعم. في الإمارات. دكتور، نبقى في الجديد، ما هو الجديد في إيدك هاي السنة؟ إيدك جديد السنة، أول شيء بالنسبة للملتقى العلمي، طبعا البرامج يختارون مو مجرد من قبل اللجنة العلمية محلية، لا، لجنة علمية عالمية بإشراف الاتحاد العالمي العلمي للطب الأسنان، تقريبا الحين 10 سنوات يدعمون هذا الحدث، والحمد لله قدرنا نقنع الأساس يكون مقرم أيضا من العام الماضي في دبي. دول جديدة شاركت معكم سنة في الأعضاء في الاتحاد؟ طبعا يعني احنا بدأنا، كان في البداية كانوا يشاركون يمكن من الدول الأعضاء يمكن 12 اليوم أكثر من تقريبا 70 دولة. صحيح. عندهم اجتماعاتهم السنوية في دبي، إضافة للاجتماع المجلس الوقاية تبع وزارة الصحة طب الأسنان، اجتماعاتهم أيضا سنويا في دبي. صحيح. على هامش إيدك. نعم. هناك اجتماعات مختلفة في إيدك، لكن كبرامج دائما برامج العلمية الحديثة يختار من خلال اللجنة، ودائما احنا نركز نجيب الجديد. صحيح. شو الجديد للطب الأسنان، شو الجديد في الفنيين طب الأسنان، شو الجديد للمجتمع أيضا، يعني مو مجرد للمجتمع يستفيدون من هذا الحدث. صحيح. صحة الطفل، للمدارس، لغيره، كل شيء يعني شامل إيدك. وطبعا مرة ثانية نتكلم عن عدد المشاركين من الأطباء والدول في إيدك 2013. عدد المشاركين من أطباء الأسنان من 130 دولة، أكثر من 30,000 طبيب أسنان يجتمعون في دبي هنا، وأيضا عدد المشاركين في المعرض أكثر من 1100 شركة مصنعين لطب الأسنان، إضافة إلى فعاليات مختلفة على هامش المعرض. على هامش المعرض المؤتمر، أول يوم طبعا بكرة بإذن الله تعالى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يفتتح المعرض المؤتمر في الساعة 10 صباحا طبعا إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا فعاليات المعرض يقام أول يوم، والمؤتمر أيضا، والفعاليات المصاحبة للمؤتمر والمعرض. ثاني يوم عندنا إيدك نايت، يسمون ليلة إيدك. نعم. طبعا هاي بيكون برعاية سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يكرم الشخصية العالمية. جميل. لإيدك. جميل. للدورة الرابعة. جميل. دائما شخصية العالمية من مختلف عن العالم من خلال اللجنة العلمية. صحيح. يقدم. نعم. للجنة، وبعدين يتم اختياره، حتى الشخص نفسه ما بيعرف. جميل. يعني هذا أمر تحفيز مفاجأة. نعم. طبعا الثالث يوم طبعا فيه توصيات للمؤتمر والمعرض، وأيضا في الملتقى دائما السنوي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في تخصص طب الأسنان للوقاية من الأمراض والأشياء، يناقشون في دبي الهامش، في اجتماع الجمعيات العربية الآسيوية، الجمعية العلمية العالمية للطب الأسنان، إضافة النقابات من دول عربية دول آسيوية. نعم. فما شاء الله يعني القاعات المؤتمر والمعرض كله بيستمر يعني. لكم من يوم دكتور؟ ثلاثة أيام. أيوة. نحن طبعا حابين ننوه مرة ثانية لكل من شاهدنا، نحن نتكلم عن طبعا معرض ومؤتمر إيدك دبي، وطبعا هو في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض. نعم. وطبعا من 5 وحتى 7 فبراير. نعم. بإذن الله. نعم. طبعا دكتور، كمعرض متخصص أيضا أنتم حصلتوا على المركز الثالث. أيوة. كأكبر المعارض في نوفمبر الماضي، حدثنا شوي عن هالجزئية. هو بالنسبة في جهة اللي من قبل الاتحاد العالمي لمصنعين طب الأسنان اللي مقرمة ألمانيا، وأيضا الـ ADA اللي في أمريكا،
وأيضا الاتحاد العالمي لطب الأسنان، هم يقومون سنويا بتقييم المعارض والمؤتمرات المتخصصة. فإحنا الحمد لله كنا يعني حصلنا على المركز على مستوى العالم باعتراف من اتحاد المصنعين طب الأسنان اللي مقرن في ألمانيا. فالسنة حتى الولايات المتحدة في نوفمبر يعني كرمونا احنا كإيدك في حفل يعني كبير، حضروا اكثر من 1000 شخص في حفلة غداء في جريتر نيويورك يسمونه جافيت سنتر، وحصلنا على اعتراف ايضا. فاليوم امريكا كدولة، انا اتكلم ما اتكلم كشركات، كدولة تدعم فقط معرض إيدك. نعم. لأن الشركات اللي بيشاركوا طبعا هذا عامل يساعدهم في التاكس والأمور الأخرى كيب. يعني كيب. فكمركز الرئيسي في الشرق الأوسط هو إيدك. جميل. يعني كل هذا يعني الجهود التي تقومون بها صراحة يعني دكتور عبد السلام يعني هي حثيثة، وطبعا تصب في مصلحة الجميع، وطبعا تستاهلون أن هذا التقييم يعني اللي وصلتوا له. طبعا نقول دكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لمعرض ومؤتمر إيدك دبي والاتحاد العلمي والعالمي لطب الأسنان، شكرا جزيلا لك وشرفنا بوجودك معنا. فخورين كشركة وطنية وصلنا لهذا المستوى يعني. الحمد لله. بفضل جهودكم طبعا تشكرون عليه. شكرا ألف عافية. جزيلا لك وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا. بارك صباحك سعيد.